السلام عليكم ورحمة الله تحية الجميع المتابعين الأوفياء في الشروحات السابقة إخواني تعرفنا على هذا المحرك اللي هو محرك 12 حجم صغير اخواني، تعرفنا على الطريقة الصحيحة لتجريبه بعدما قمنا بشرائه من سوق الخردة، وتعرفنا على طريقة إصلاح قطعة السنسور الذي التي وجدناها معطلة في هذا المحرك، وقمت بتجربة لكم المحرك وأصبح المحرك يشتغل بشكل جيد، ووضحت لكم ذلك في الشروحات السابقة، أما شرحنا اليوم اخواني سنتعرف على طريقة إصلاح هذه المحركات ولكن بالأخص هذا الجزء لأنه هو المحرك الرئيسي، يعني المحرك الرئيسي يوجد هنا في هذا الجزء وكذلك عندنا في هذا الجزء بالنسبة لهذه المحركات إخواني فهي محركات 12 حجم كبير لاحظوا معي إخواني ساركز لكم جيدا ركزوا معي هنا 12 حجم كبير فهذه المحركات اخواني هي التي تشتغل مع اطباق المتر و40 اخواني لان المحركات الصغيره لا تستحمل ثقل اطباق المتر و40 بالنسبه لطريقه تفكيك المحرك للوصول الى هذا الجزء فطريقه التفكيك تختلف من هذا المحرك يعني بين هذا المحرك وهذا المحرك هذا المحرك له طريقته وهذا المحرك له طريقته اذا كان يهمكم اخواني هذا الشرح فتابعوا معي الشرح حتى الاخير كاول خطوه سنقوم بها اخواني سنبدا بهذا المحرك ساقوم بفتح هذا البرغي لفصل الذراع عن المحرك ما يظهر لكم بالنسبه للاخوان الذين سيجدون مشكل مع هذا البر يعني لا يريد ان ان يقوم بالازاله من مكانه يجب عليكم وضع البنزين بنزين السيارات في هذا الجزء اخواني تقومون برفع هذه القطعه الى الاعلى بهذا الشكل ساقوم برفعها بهذا الشكل اخواني ثم تقومون بصب البنزين هنا في هذا الجزء في هذا المكان في هذا الثقب كما يظهر لكم هنا وتتركونه الى اليوم التالي وبعد ذلك تقومون بفك هذا البرغي وسوف يفك البرغي من مكانه سنبدا اخواني بهذا المحرك سنتعرف على طريقه تفكيكه حتى نصل الى هذا الجزء بعدما قمت بفك البراغي لتثبيت الغطاء هذا هو المحرك من الداخل كما يظهر لكم لاحظوا معي جيدا عندنا هذا البرغي هذا البرغي وهذا البرغي سأقوم بفك هذين البرغيين بعدما قمت بفك البرغيين من هنا سأقوم بفك هذا البرغي أقوم بإزالة هذه القطعة لاحظتم نتركها جانبا يجب الاحتفاظ بهذه القطعة إخواني ماذا سأفعل الان لاحظوا معي ساقوم الان برفع هذه القطعه اقوم بمسكها من هنا واقوم برفعها لاحظتم بهذا الشكل اذا اردت ازاله هذه الاسلاك يعني يجب علي فك هذا الجزء فك هذا السلك من هنا من هذا البرغي واستعمل هنا قطعه اللحام لفك هذا السلك من هنا لانه ملحوم بهذا الجزء هذه فقط لكي اظهر لكم المحرك من هذه الجهه فقط فقط لكي تاخذوا فكره، يعني سيصبح عندنا المحرك بهذا الشكل لاحظوا معي جيدا، ركزوا على هذه الملاحظات اخواني، فبالنسبه لهاته المسننات هاته القطع يعني وجب عليكم تذكرها بشكل جيد اذا قمتم بازاله اي قطعه من مكانها وجب عليكم تذكرها لانكم اذا قمتم بقلب هذه القطع وتغييرها من مكانها الى مكان اخر سوف لن يشتغل معكم المحرك سوف تجدون مشكل فبالنسبه مثلا عندما تقومون بإزالة تريدون ازاله هذه القطع تأخ... يعني تقومون باخذ صوره لها لكي تتذكروها بشكل جيد تقوم بازاله القطعه الاولى ثم تاخذ صوره وبعد ذلك تنتقل الى ازاله القطعه الثانيه مثلا بهذا الشكل مثلا على سبيل المثال بهذا الشكل فهذه القطعه هي التي يثبت فيها راس الذراع هنا في هذا الجزء اخواني يثبت راس الذراع فقط لكي تاخذ فكره عن هذا الجزء اقوم مثلا بازاله هذه القطعه كذلك بهذا الشكل لاحظوا معي كل قطعه قمت بازالتها وجب علي تذكرها بشكل جيد ثم اقوم بازاله مثلا هذه القطعه من الاعلى بهذا الشكل ثم أقوم بإزالة القطعة الأخرى بهذا الشكل ثم هذه القطعة كذلك بهذا الشكل وهذه القطعة يعني كل قطعة وجب عليكم تذكر مكانها بشكل جيد يعني عندما تقومون بإزالة أي قطعة تأخذون صورة إلى هذا الجزء لكي تتذكروا إخواني مكان تركيب هذه القطعة يعني الطريقة الصحيحة لتركيبهم ويبقى عندنا هنا هذا الجزء الخاص بالمحرك الذي يوجد هنا في الاسفل وهذا هو الجزء الذي قمنا ب يعني بتفكيك المحرك لكي نتمكن من تجربته اخواني تابعوا معي بالنسبه اخواني لاحظوا معي احببت ان اوضح لكم هذه النقطه بالنسبه لهذين السلكين اذا قمت بتوصيلهم ب يعني محول 12 فولت سوف يتحرك هذا الجزء اخواني يعني هذا الجزء سوف يتحرك ولكن اذا لم يتحرك يعني لم يتحرك من مكانه اذا في هذه الحاله وجب علينا يعني فتح هذا الجزء لكي نحدد المشاكل وهذه هي الفائده من هذا الشرح اخواني ساقوم الان بفك هذين البرغيين البرغي الاول ثم البرغي الثاني سيكون لنا شرح ان شاء الله اخواني لطريقه اصلاح ذراع المحرك بالنسبه للذراع الذي يكون معطل اقصد هذا الذراع اخواني الذراع الذي يكون معطل لا يتحرك من مكانه سيكون شرحنا القادم ان شاء الله بخصوص هذا الامر اخواني وفي الشرح القادم الذي يلي شرح الذراع سيكون لنا شرح لطريقه صباغه المحرك سنقوم بارجاع المحرك كانه جديد اخواني لكي تكون سلسله كامله اخواني بعدما قمت بفك هذا البرغي وهذا البرغي ساقوم بازاله المحرك لاحظوا معي وجدته بهذا الشكل، لاحظتم يعني بهذا الشكل، اترك هذا الغطاء جانبا لانني كما قلت لكم في بدايه الشرح لان طريقه تفكيك هذا الجزء ليست كطريقه تفكيك هذا الجزء، سأكمل معكم في هذا الجزء ونرجع إلى هذا المحرك، لاحظوا معي إخواني سنقوم الآن بفك هذين البرغيين هذا البرغي وهذا البرغي. فهذه البراغي فهي طويلة إخواني ليست براغي قصيرة فهذا البرغي طوله من هنا إلى هذا الجزء ونفك البرغي الأول بهذا الشكل لاحظتم فبراغي طويلة اتركوها جانبا يعني أي قطعة تقومون بإزالتها من المحرك إخواني وجب عليكم تذكر مكانها والاحتفاظ بها يعني اي جزء اردتم فتحه قوموا باخذ له الصوره لكي تتذكروا مكان ارجاع القطع الى مكان يا اخواني لاحظتم البري الثاني ماذا سافعل الان لاحظوا معي ساقوم بسحب هذا الجزء لاحظتم ببطء اخواني ببطء ببطء لانه يوجد به عيار يعني مغناطيس هو الذي يجعل عمليه اخراج هذا الجزء صعبه اخواني سنرجع معكم الى هذه القطعه ساوضح هذا الجزء لاحظوا معي جيدا بالنسبه لهذا الجزء به مغناطيس في اليمين ومغناطيس على اليسار لاحظتم مغناطيس في اليمين ومغناطيس على اليسار وجب عليكم التاكد ان هاتي هذا المغناطيس مثبت بشكل جيد يعني هاتي المغناطيس لا يتحرك من مكانه مثبت ووجب عليكم كذلك التاكد بان هذا المغناطيس ليس به اي كسر في الوسط يعني بالنسبه لهذا المغناطيس لا يوجد كسر في الوسط والمغناطيس به جزئين لاحظتم اخواني يعني لا يوجد اي مشكل المغناطيس اليمين مثبت بشكل جيد اليسار مثبت ولا يوجد اي كسر وسط المغناطيس لا بالنسبه لليمين ولا بالنسبه الى اليسار لاحظتم ركزوا معي جيدا لا يوجد اي مشكل في هذه الحاله فهذا الجزء جيد لا يوجد به اي مشكل ننتقل الى المرحله الثانيه ركزوا معي اخواني على هذا الجزء بالنسبه لهذه القطعه اخواني اذا وجدتم هذه الاسلاك محروقه فلا فائدة من إصلاح هذا الجزء يعني وجب عليكم تغييره بشكل كامل ونادر أن تجد مثل هذه القطع إخواني إذا وجدتم ليست بها أي احتراق يعني هذه الأسلاك من النحاس غير محروقة لاحظوا معي جيدا لا يوجد بها أي مشكل يعني هنا في هذه الحالة وجب علينا التأكد من آه يعني لا أعلم اسمهم يعني اسمهم الحقيقي ولكن بالنسبه في المغرب يدعى يعني تدعى الشاربونات بالنسبه لهاته الشاربونات اخواني وجب علينا التاكد من انها في تماس مع هذا الجزء كيف ذلك ساقوم بسحب هذا الجزء بهذا الشكل لاحظتم ثم ساجد هذه القطعه هذه القطعة بهذا الشكل نحتفظ بها أي قطعة تقومون باستخراجها تقومون بالتصوير مكانها إخواني لكي تتذكروها بشكل جيد فبالنسبة لهذه القطعة أنا لن أجدها مع صعوبة يعني سأقوم بإرجاعها بسهولة ثم أقوم بإخراج قطعة الشاربون هذه قطعة الشاربون لاحظتم إخواني وجب علينا التأكد دائما من هذه الأجزاء إذا وجدتم القطعة معطلة يعني تقومون ب يعني بتغييرها بقطعه اخرى فبالنسبه لقطعه الشاربون فهي متصله مع السلك الذي يخرج من هذه الجهه يعني السلكين المحرك الاحمر والاسود اخواني نتاكد دائما من هذه الشاربونات اذا وجدتم الش... يعني في اغلب المحركات التي سبق لي وجدتها في سوق الخردة اجد هذه الشاربونات مكسره اذا وجدتم هذه الشاربونه مكسره اخواني يعني تذهبون عند محلات بيع لوازم لوازم الالات التي يقومون بها الجدران والات القطع الكهربائيه تجدون عندهم هذه القطع يعني قطعه الشاربونة تقومون بشراء قطعة بنفس هذا الحجم وتقومون بحكها من الامام وادخالها في هذا الجزء وتقومون بتثبيتها بالنسبه للقطعه يعني دائما تكون قطعتين قطعه على اليمين وقطعه على اليسار ساظهر القطعه التي تكون على اليسار بهذا الشكل دائما نفس القطعه بهذا الشكل وهذه هي القطعة لاحظوا معي لاحظتم يعني قطعة على اليمين وقطعة على اليسار نتأكد دائما من هذه الشاربونات أن أن بها يعني لا يوجد بها أي مشكل فبالنسبة لهذه الشاربونات عندي فهي سليمة إخواني لا يوجد بها أي مشكل إخواني لاحظتم سأقوم الآن بإزالة هذا الجزء لاحظوا معي بجد لاحظتم نترك هذه القطعة جانبا لاحظوا معي هنا بالنسبة هذا الجزء إخواني يجب علينا دائما تنظيفه لأنه في النسبة لهذا المكان يوجد قطع وشظايا للشاربون لأن الشاربون عندما يحتك يترك بعض القطع الخاصة به سأقوم بتنظيف هذا الجزء ولكن قوموا بتنظيفه بحذر إخواني قوموا بتنظيفه بحذر لكي لا تقوموا بقطع هذه الأسلاك لاحظوا معي توجد أسلاك ملحومة في هذا الجزء بحذر حتى نقوم بإزالة تلك الشوائب السوداء لاحظتم ها آه هي بهذا الشكل لاحظوا معي هذه القطعة كيف أصبحت ونقوم بتنظيف هذه الأزجاء الأزجاء بشكل جيد إخواني هذا بالنسبة ل إذا كانت هذه القطعة تشتغل لاحظتم يعني بدون مشاكل هذا بالنسبة للقطعة الأولى طريقة إرجاعها فالطريقة هي جد بسيطة لاحظوا معي إخواني نفس الطريقة التي قمنا بإزالتها هي نفس الطريقة التي سنقوم بإرجاعها ولكن وجب علينا تنظيف مكانها إخواني هذا المكان بعد تنظيفه سنقوم بإرجاعها ونقوم بإرجاع جميع القطع بالتتابع نقوم بإدخالها بهذا الشكل لاحظتم هي الآن أصبحت في مكانها بعد ذلك سأقوم بإدخال قطعة الشاربون الأولى بهذا الشكل لاحظتم ثم اقوم بادخال هذه القطعه في هذا المكان أقوم بامساكها بهذا الاصبع ثم اقوم باخذ هذا الغطاء واقوم بوضعه فوق هذه القطعه بهذا الشكل واقوم بالضغط عليها لاحظتم ها هي الان قطعه الشاربون الاولى اصبحت مثبته بشكل جيد اخواني لاحظتم ننتقل الى القطعه الثانيه احببت ان اوضح لكم هذا الشرح بالتفصيل أقوم بإدخالها بهذا الشكل لاحظوا معي جيدا ونترك السلك في هذا الممر لاحظتم السلك يدخل بهذا الممر ثم أقوم بوضع هذه القطعة في مكانها كل قطعة تقومون بإرجاعها إلى مكانها الأصلي ثم هذه القطعة التي تقوم بإحكام من الأعلى أقوم بوضعها بهذا الشكل ثم أقوم بالضغط عليها لاحظتم أصبح الآن عندنا هذه القطعه مثبته بشكل جيد ونتاكد بان قطع الشاربون تصل الى المحرك تصل الى هذا الجزء لاحظوا معي تصل الى هذا الجزء هذا الجزء اخواني الذي بالنحاس تصل اليه قطعه الشاربون بشكل جيد لانه اذا إذ لم تصل اليه قطعه الشاربون يعني لن يصل الكهرباء الى هذا الجزء اخواني ولن يتحرك من مكانه بعد ذلك سنقوم اخواني بارجاع هذه القطعه ولكن بالنسبه لهذه القطعه وجب الانتباه معي جيداً بالنسبة لهاته القطع اخواني نتذكر دائما هاته البراغي لاحظوا معي هاتي البراغي اين كانت اين كانت بالضبط فهاته البراغي الطويلة اخواني فبالنسبة عندي اربعة ثقوب اربعة ثقوب الثقب الاول الثاني الثالث الرابع يعني اذا وضعتها هنا لن ينزل لي يعني البرغي يعني ساضعها هنا برغي سيكون هنا وبرغي سيكون هنا لاحظوا معي البراغي تخرج بين بين هاته المغناطيسات اخواني بهذا الشكل لاحظتم يعني احدد البرغي آه المك... آه الاماكن التي سوف اشتغلها يعني ساشتغل بهذا البرغي وهذا البرغي يعني هذا الثقب وهذا الثقب ماذا سافعل الان؟ لاحظوا معي اتركها جانبا واحدد هنا الاماكن يعني س... يعني سيكون البرغي مثبت هنا والبرغي مثبت هنا ركزوا معي اخواني على هذه النقطه ثم ساقوم بادخال هذه القطعه لاحظوا معي ساقوم بادخالها ببطء اخواني حتى ولكن قبل ادخالها ركزوا معي اخواني قبل ادخالها يجب علي ببطء اخواني لاحظوا معي ببطء ببطء حتى اقوم بادخالها هي اصبحت الان بالداخل لاحظتم ثم اقوم باخراجها قليلا قليلا لكي احدد مكان الثقوب لاحظوا معي هذا الثقب فبعندي هنا يعني وجب علي ان اجعل هذا الجزء مضبوط معه مباشره يعني ساقوم بادارته الثقب لاحظوا معي الثقب فعندي هنا في هذا الجزء في هذا الجزء يعني وانا ساستعمل هذا الثقب وهذا الثقب يعني ساقوم بادارته بهذا الشكل لاحظتم ثم اقوم بادخال البرغي واقوم باخراج القطعه قليلا لكي اتمكن من تركيب البرغي في مكاني لاحظوا معي فالثقب فهو هنا اقوم بتركيب البرغي بهذا الشكل ها هو البرغي الاول قمت ب لاحظوا معي سأقوم بتثبيته بشكل جيد فهو في غير مكانه فالمرجو الانتباه إلى هاته الخطوات إخواني فبالنسبة للبرغي الأول ها هو الآن في مكانه لاحظتم البرغي الأول الآن في مكانه ننتقل إلى البرغي الثاني لم أقوم بتثبيته بالنسبة للبرغي الثاني فهو عندي هنا أقوم بإدخال هذا البرغي الطويل حتى يظهر لي لاحظوا معي فهو يظهر لكم في الاسفل لاحظوا معي لاحظوا معي اخواني ها هو لاحظتم ركزوا معي هنا هذا هو البرغي ساقوم بتوجيهه مباشره الى الثقب الخاص به بهذا الشكل لان العمليه جد صعبه اخواني لانه يوجد مغناطيس بالداخل بهذا الشكل هذا البرغي الاول قوم اقوم بتثبيته واقوم بتثبيت البرغي الثاني قليلا واواصل معكم بعد ضبط البراغي في مكانها بشكل جيد سنقوم الان بتثبيتها بعد تثبيت القطعه في مكانها بشكل جيد سنقوم الان بارجاع الغطاء بهذا الشكل لاحظوا معي فبالنسبه للغطاء دائما تجدون به فتحه او اي علامه فبالنسبه لهذه الفتحه سنقوم بجعلها في مكانها الاصلي ومكانها الاصلي هو هنا لاحظوا معي عندما اقوم بتركيبها هنا لن تثبت لي مكانها ولكن عند اداره هذه الفتحه الى هذا الجزء سوف تثبت تثبت لاحظوا معي اقوم بتثبيتها لاحظتم ها هي الان اصبحت ثابته واقوم الان بتثبيت البراغي الخاصه بها وأواصل معكم كما يظهر لكم بعد تثبيت البراغي بشكل جيد سنق سنقوم باعاده فتح هذا الجزء لاحظوا معي ونجد القطعه كل شيء هنا ظاهر لنا بشكل جيد اخواني سنقوم الان بتجربه هذا الجزء بتوصيله بالمحول ونتاكد بالنسبه اخواني لجهاز البوزيسيونير سنقوم بتوصيل سلكين فقط يعني السلكين في الموتور اخواني يعني لن نقوم بتوصيل اسلاك السنسور فقط سلكين الموتور اما بالنسبه في هذا الجزء بالنسبه للمحرك سنقوم بتوصيل السلك في يعني في السلك الاسود والسلك الاحمر لاحظوا معي بعد تثبيت السلكين بشكل جيد قمنا بت... لاحظوا معي وركزوا جيدا لم اقم بتثبيت السلكين في قطعه السنسور قطعه السنسور هذا هو مكانه وقمت بتثبيتها بتثبيت السلكين مع اسلاك المحرك يعني مع هاته الاسلاك اخواني التي تدخل الى الداخل مع هاته الاسلاك لاحظوا معي الان اخواني ساقوم الان بتحريك المحرك وسيتحرك هذا الجزء هل لاحظتم ساقوم بادارته الى الجهه الاخرى لاحظتم اخواني اذا المحرك الان الرئيسي فهو يشتغل بشكل جيد, جيد اخواني سنقوم الان باعاده الاجزاء الى اماكنها لاحظوا معي اخواني ساقوم الان باعاده الاجزاء الى اماكنها ووجب عليكم تذكر كل قطعه سابدا بالقطعه الكبيره هذه القطعه ساقوم بوضعها هنا في مكانها لاحظتم ثم انتقل الى هذه القطعه كما يظهر لكم اقوم بوضعها هنا بعد ذلك انتقل الى هذه القطعة قم بوضعها ليست بهذا الشكل ولكن انما بهذا الشكل على حسب ما كانت في مكانها بهذا الشكل قم ب يعني بهذا الشكل اخواني فهي يعني وجب كان علي ان اقوم بتحريك هذه قليلا لكي اتمكن من ادخال المسننات في فيما بعد اخواني قم بمسح قليلا لاحظوا معي سننتقل الان الى القطعه الاخرى وهي هذه القطعه اقوم بوضعها بهذا الشكل اقوم بانزالها الى الاسفل لاحظتم بهذا الشكل ركزوا معي ثم انتقل الى هذه القطعه اقوم بوضعها هنا بهذا الشكل واقوم بانزالها دائما تتاكدون من انزال القطع بشكل جيد ثم انتقل الى هذه القطعه اقوم بوضعها هنا قم بانزالها. وبعد ذلك ننتقل الى القطعة الاخيرة. هذه القطعة كذلك ثم اضعها هنا. والان قمت بالانتهاء من اعادة الاجزاء القطع اخواني الى اماكن يعني ساقوم الان يعني فبالنسبة كملاحظة اخواني كملاحظة بالنسبة لهاته المسننات يعني وجب عليكم وضع الشحم لها. يعني شحم السيارات فبها الشحم لذلك لن اضطر الى وضع لها الشحم. فهذا الشحم هو الذي يظهر لكم باللون الاصفر اخواني ساقوم فقط بإزالة باعاده هذه القطعه مكانها بهذا الشكل دائما تثبتونها بشكل جيد لان هذه القطعه بها جزء وجب عليه ان يتصل هذا الجزء وجب ان يكون متصل بهذا الجزء اخواني بهذا الشكل تقومون بتثبيتها في مكانها قم بادارتها قليلا حتى تثبت القطعه لاحظوا معي ها هو الان اصبحت القطعه مثبته في مكانها ساقوم الان بتركيب البرغي هنا والبرغي هنا اعاده البرغيين الى مكانهما واواصل معكم قبل تثبيت البرغيين اخواني يعني وجب عليكم ركزوا معي يعني وجب ان تكون هذه القطعه التي قمنا بتغطيه بها الجزء وجب ان تكون مثبته بشكل جيد في مكانها يعني قد لا تكون هذه القطعه التي وضحت لكم بالاسفل قد لا تكون مثبته بشكل جيد وعندما تريدون تشغيل المحرك يعني تتكسر المسننات فالمرجو الانتباه يعني كل شيء الان فهو جيد الاسلاك المحرك فهي متصله اسلاك السنسور لم نقم بمسها تماما ساقوم الان بارجاع هذه القطعه الى مكانها وهذه القطعه سبق لي ووضحت طريقة الاشتغال بها وطريقة تركيبها في الشرح السابق يعني فهي تركب على الجهة التي ت... الجهة التي وجدتموها بالأسفل تضعونها بالأسفل والجهة التي بالأعلى تبقى بالأعلى لقد وضحت سبب هذه القطعة لماذا نقوم بتركيبها بهذه الطريقة في الشرح السابق يمكنكم الرجوع إليه سيظهر لكم الآن في أعلى الشاشة والاستفادة منه سأقوم بتركيبها بهذا الشكل ثم أقوم بتركيب هذا الجزء وأقوم بتثبيتها انا تعمدت اخواني الا اختصر لكم في هذا الشرح لكي تعم الفائده انا لا يهمني يعني مده الشرح يعني التوقيت الخاص بي بقدر ما تهمني ان تصل الفكره بشكل جيد لجميع الاخوان سنقوم الان بتوصيل اسلاك هذه الاسلاك اسلاك التوصيل سنقوم بتوصيلها وواصل معكم الشرح لاحظوا معي اخواني بعد توصيل الاسلاك سلكين للموتور وسلكين للسنسور فهذه الاسلاك طريقه توصيلهم مع البوزيسيونير وطريقه توصيلهم هنا لقد سبق لي ووضحتها في الشرح السابق اخواني لاحظوا معي اخواني ساقوم الان بتحريك المحرك ولاحظوا معي سيتحرك بشكل جيد اخواني اقوم بارجعي الى الجهه الاخرى لاحظتم كل شيء يشتغل بشكل جيد اخواني فبالنسبه لهذا الشرح اخواني لن يكفينا الوقت سيكون شرح طويل لن يكفينا الوقت اخواني لنتعرف على طريقه تفكيك هذا المحرك سنتعرف عليه في الشرح السابق في الشرح القادم ان شاء الله اخواني وفي الشرح الذي يعني الشرح الذي بعده سنتعرف على طريقه طريقة إصلاح هذا الدرع إخواني يعني الدرع الذي الذي يكون غير مكسر فهو غير مكسر ولكن الدرع يكون يعني لا يتحرك من مكانه يعني بسبب الصدأ وبعد الشحوم والتراب فهو في الدرع فهو ثابت في مكانه إخواني رغم اشتغال المحرك إخواني لروابط الشروحات السابقة سوف تجدونها في الوصف أسفل هذا الشرح وفي أول تعليق كان هذا هو الشرح إخواني تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته